طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم السادة الحضور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قاعتكم، قاعة أكاديمية الجيل الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ النهاردة سيكولوجية المراهقة. فإن شاء الله احنا خلاص بدأنا في التربية وعرفنا ازاي مرحلة الطفولة نتعامل معاها ومرحلة الطفولة عايزة مننا ايه، فالنهاردة هننتقل للمرحلة التالية اللي هي كيفية التعامل. خلاص خلصنا الطفولة، هنخش مع هنقول هي فعلا اخطر مرحله في حياه الانسان، المرحله اللي بتشكل حياته اللي هي مرحله المراهقه، مرحله البحث عن الذات. فعلا مرحله البحث عن الذات، هيبدا المراهق في الفتره دي يتخلص من فتره الطفوله ويبدا ياخد خطوه، هيبدا يتخلص من فتره الطفوله وهيبدا ياخد خطوه تجاه عالم الرجال، فهيبدأ يبحث عن ذاته ويثبت ذاته، لأن هو لسه برضو عايز يثبت إن هو راجل والناس بتعامله على إنه طفل، فهو بيحارب علشان يثبت ذاته. هنشوف مرحلة دي محتاجة مننا إيه ومحتاجة المراهق عايز مننا إيه، عايز مننا إيه، هو مش عايز حاجة، إحنا اللي بيبقى مغلق. طيب السؤال، السؤال، هل كل السادة الموجودين بالقاعة حضروا المحاضرة دي كنوع من الاهتمام الخاص بالإرشاد الأسري وتربية الأبناء ولا ثقافة عامة؟ يا ريت مشاركة من حضراتكم، لماذا حضرت هذه الدورة؟ ما شاء الله ما شاء الله أستاذ أسامة، ليكون عونا لغيري على مساعدة في حل المشكلات، ما شاء الله اهتمام خاص بالتربية. يا ريت يا ريت الله يكرمكم ونكتب بخطر 20، نخلي الفونت 20 لو جزاك الله خيرا. تربية الأبناء يعني اهتمام خاص بالمجال، اهتمام خاص بالمجال. طيب هو نفسي وغير أولادي بشكل صحيح، نعم يعني كله ان شاء الله جاي اصاب الهدف يعني. تمام جزاكم الله خير، ربنا يا رب يربي لنا اولادنا جميعا ويبارك فيهم ويصلح حالهم، امين يا رب العالمين. والثقافه والتعامل مع المشكلات الممثله، السلام عليكم، اهتمام خاص بالتربيه فعلا. طيب ان شاء الله هنعرف ايه هي مرحله المراهقه. زي ما قلت لكم في المقدمه، هي مرحله المراهقه هي مرحله البحث عن، مرحله الانتقال من الطفوله الى عالم الرجوله، مرحله بيبدا فيها المراهق اللي تم 10 او 12 سنه، وفي 15 سنه لسه هنشوف من 12 ل 15 بتبدا حسب الجو وحسب المناخ. يبقى مرحله المراهقه دي عندها اكتر من تعريف، عند علماء النفس قالوا هي المرحله التي تبدا من البلوغ الى اكتمال عمر العظام، اللي هي الاكتمال النمو باستقرار نمو العضوي عند الفرد. ايه نمو اعضاء؟ يبقى مرحله المراهقه مرحله اللي تبدا من البلوغ الى اكتمال عمر العظام، حيث تنتهي باستقرار النمو العضوي عند الفرد. بتكون انت في اي سن؟ ما بين 12 و 18، على تفاوت بين الافراد، يعني تفاوت، يعني دي مش حاجه ثابته؟ ايوه نعم، ما هيش حاجه ثابته. احنا بنقول 18 الانتهاء ده متوسط، بس مش شرط تنتهي على عند 18، بس هو الثابت انها بتبدا من 12 ل 13 سنه، وممكن عند الاولاد من 15 سنه، بس تنتهي امتى؟ مش عارفين ننتهي امتى. ما حدش ده تقديري، 13 سنه ده تقديري، لكن الفعلي باكتمال الرشد، باكتمال الرشد. كام سنة هيكتمل الرشد؟ نشوف دلوقتي كام سنة على حسب معاملة احنا للمراهق.
إذا تعاملنا مع المراهق على إنه راجل وشفنا كل متطلباته، ليه مالي المحاضرة دي؟ عايزين نقول يا جماعة الخير، لما يبقى عندنا مراهق في البيت نقول أنا في بيتي مراهق، وأبدأ أعد له العدة في تربيته وطريقة معاملته علشان مرحلة المراهقة سلام. يبقى إحنا بنتكلم النهاردة في المحاضرة دي مش علشان نسرد ايه هي مرحلة المراهقة ونظام اكاديمي والشغل الاكاديمي، لا، ده انا النهاردة بنتكلم في المحاضرة دي ايه مرحلة المراهقة علشان نشوف المراهق عايز مننا ايه، وعايز معاملة ازاي، وايه سماتها، وايه يعني هنعرف سماتها برضو علشان نقدر نتعامل معاها. مش هنعرف سماتها عشان نعلقها على الحيطة ولا نسكت، لا علشان نقدر نتعامل معاها. الأخت أم عبد الرحمن جزانا وإياكي، أرجوك نكتب برقبة الـ20 بعد ما تخلصي كتابة، بعد ما تكتبي أو في الأول هنجيب الخطوط ونجيب الخط الـ20، عشان والله أنا مش قادرة أقرأ خالص اللي أنت حضرتك كاتباه. أعتقد أن كل رب أسرة يبقى هي مرحلة بتبدأ من 12 أو 13 سنة وتنتهي حيث يكتمل الرشد. مرحلة الاستقلالية وبناء، أيوة هي مرحلة البحث عن الذات، هي مش مرحلة الاستقلالية، ده هو بيبني استقلاليته، بيدور على شخصيته. هي مرحلة الاستقلالية لسه هو يبقى عايز يستقل، عايز يبني شخصيته، بس في معظم الآباء والأمهات أو المربين مش عارفين إيه المتطلبات، هم مش عارفين صراع اللي هو داخل اللي فيه ده، إن هو بيقول أنا موجود، فممكن نضغط عليه اتجاه عكسي فنطور فترة المراهقة. بس احنا لو تفهمنا مرحلة المراهقة كويس جدا وعرفنا هو عايز ايه وسمات المرحلة دي ايه، هنقدر نمتص غضبه او انفعالاته، ملاش غضبه، هنمتص انفعالاته وهنتفهم سيكولوجيته كويس وهنقدر نتعامل معاه، فهنقلص مرحلة مرحلة المراهقة ديت، ما بدل تقعد 10 سنين او اكتر او اقل هنخليها في سنه. ممكن ممكن تكمل في سنه، تنتهي في سنه، لان هي ملهاش دعوه بمرحله البلوغ. مرحله البلوغ بتبدا يعني ماشيه مع المراهقه، لكن المراهقه ممكن تستمر بعد تمام البلوغ. لا، احنا اللي هنرتقي في فكره، لان هنشوف دلوقتي ان المراهق ازاي بيبقى فكره عادي جدا وعنده نقد فكري وعنده نقد اجتماعي، وهنشوف دلوقتي هنبقى ده هي شخصيه محترمه جدا، بس معظمنا بيسيء فهمه، معظمنا ما بيبقاش عارف هو عايز ايه، فبنتعامل معاه على سوء فهم فتمول مرحله المراهقه، بنكتر العناد عنده. طيب قال قلنا عند علماء النفس قالوا المرحله تبدا من البلوغ الى اكتمال عمر العظام اللي هو النمو. طيب علماء التربيه قالوا ايه؟ هي فتره نمو شامل. خدوا بالكم من الحته دي، نمو شامل. يعني ايه شامل؟ يعني نمو عقلي، نمو نفسي، نمو عظام، نمو كل اعضائه، كل هرموناته، كل ده هتخش تحت كلمه شامل. ايوه، النمو العقلي وافكاره وكل حاجه هتخش تحت كلمه نمو شامل، كل حاجه هتنمو فيه. ينتقل بها من مرحله الطفوله والاعتماد على الغير الى مرحله الرشد والاعتماد على النفس. يبقى هي مرحله انتقال. هل مرحله الانتقال دي هتعدي باي شكل؟ بهدوء ولا بغير؟ حسب معاملتنا احنا ليه، حسب معاملة المربي ليه. طيب المرحلة دي احنا قلنا ان هي مرحلة نمو شامل. اول حاجة دي الكلمة اللي جاية مش عارفة ديت ولا ايه اللي حصل، تقريبا الفونت مخالف لنظام القاعة، معلش عفوا، بس هي ديت الوقت الابتدائي. هيحصل أول حاجة هيمر بيها المراهق هي التغيرات الجسدية،
ايه اللي هيحصل؟ زي ما احنا الناس كلها عارفه طبعا، الحاجات اللي هي ظاهره ومعروفه ومحدش بيفكر فيها كتير لانها حاجات طبيعيه وظاهره، اللي هي افرازات الهرمونات الداخليه، تحولات في شكل الجسم، مش هنقف عليها كتير لانها دي مش هتهمنا في التعامل معاه. هنشوف الحتت، احنا هنتوقف المحاضره ديت جزاكم الله خير على النقاط اللي هي عايزين نتوقف فيها. ان افرازات الهرمونات الداخليه، تحول شكل الجسم، تغيير في الصوت، الحاجات دي كلها الناس كلها عارفاها. هنلاقي الاولاد خاصه الشباب بيجوا في مرحله المراهقه يبدا فيها عندهم صوتهم تخن، مناخيرهم كبر والشنب طلع، ده هناخد منها نعرف ان هو ابني خلاص بقى مرحله البلوغ، بقى مكلف شرعا، هنبدا نعرفه ان هو مكلف شرعا. اللي احنا عاوزين نتوقف عندها يا جماعه الخير الشعور بالجهد والتعب والرغبه في الراحه. دي اول لازم نعرفها عن المراهق ونعرف نتعامل ازاي في النقطه دي. هيجي ابن مراهق او بنت المراهقه في سن البلوغ، طبعا بيبقى فيه افرازات هرمونات جديده على الجسم. الجسم بيتغير. هيبقى فيه من شكل الجسم اللي بيتغير ده هيحصل فيه اضطرابات نفسيه وتغيير الصوت. هيبقوا في خجلان من التغيرات اللي في شكل الجسم وحجمه، في خجلان من تغيير الصوت ومستغرب مش عارف نام وحاسس الناس كلها منتبهه له، الناس كلها مركزه معاه. فيه كمان عنده هرمونات داخليه بتفرز. الهرمونات الداخليه اللي بتفرز دهيت دايما محسساه بتعب ومجهود زياده ودايما عايز يستريح. ده اثر الهرمونات بتاعه البيوت. يبقى احنا دورنا هنا ايه؟ زي ما انا قلت هنقول احنا هناخد المحاضره دي ومش مش علشان نسردها اكاديمي، لا هناخد كل نقطه ونقول احنا دورنا ايه فيها؟ احنا دورنا ايه فيها؟ طيب دورنا ايه في انه دايما تعبان ومجهد؟ ايوه ما نقعدش نتريق عليه، ما نقعدش نهاجمه انك دايما قاعد ودايما قاعده، انت ما بتفكريش تتحركي، انت ما بتفكرش تتحرك، انت قاعده كده مالكيش لازمه، انت هو تعبان، هو تعبان، هو مت عايز يستريح. دورنا احنا ان احنا نسيب له فرصه انه يستريح وما نتريقش عليه خالص، ما نقعدش نقطن فيه بلغتنا العامه ده، نقطن فيه كل شويه ان هو قاعد ومريح ولا قاعده مريحه ودايما تعبان، ودايما نقول يا كسلانين، وطبعا نصدر لهم القاب يا كسلانين، ما انتش عارفين تعملوا حاجه، قاعدين كده زي البطه ما تتحركوش والكلام ده. طبعا الكلام ده هيبقى خطر جدا، لقوه ان هو مفيش حاجه في ايده يعملها، هو غصب عنه هرموناته اللي شغاله جديده وغريبه عليه ديت وغريبه عليها تعب الجسم. ايوه التعب ده ناتج عن التغييرات اللي بتحصل له، فاحنا لازم نلتمس له العذر فيها، ما نتوقفش معاها كتير، بالعكس احنا نساعده على الراحه، ما نطلبش منهم فوق جهدهم. مرحلة المراهقة ما نقولش خلاص دول شباب، ايوه يتحركوا، ايوه مش عارفة ايه، ماشي يتحركوا ويعملوا كل حاجة يتحركوا، بس برغبتهم، ما نضغطش عليهم. لما يقول يا ماما ولا يا بابا ولا اللي بيربيه أنا عايز استريح، نسيبه يستريح. طيب نشوف الايه الشريحة اللي بعدها. دي التغيرات الجسدية، هنشوف كله كده متلخبط. طيب هيبدا بقى التغيرات الجسديه، قلنا هيبقى شكل الجسم هيتغير وتغيير في الصوت وهرمونات هتفرز كتير جديده عليه. هيبدا هو يعمل ايه؟ المراهق والمراهقه عندهم زياده الاهتمام بالجسم، اثر التغيرات الجسديه على المراهق هيعمل ايه؟ هتبص تلاقي البنات مهتمه انها تعمل مكياج، هتلبس لبس، طبعا ده كله في نطاق البيت، طبعا لان احنا في الاخر في شرع بيحكي لنا ما نحبش عن شرعنا. هنلاقي الواد عمال يعمل تقلعات جديده، مهتم جدا، بيقف قدام المرايات كتير ويشوفوا نفسهم، شعر حركات غريبه، هيبقى عندهم ساعات زياده في ساعات النوم. احنا قلنا الهرمونات اللي بتفرز بتحتاج دايما لراحه، دايما يبقى اكيد ساعات النوم. ليه؟
هيبقى عنده رغبة، سبحان الله، هيبقى عنده رغبة في زيادة ساعات النوم، لأن هيبقى هو عندهم هرمونات مش هتفرز إلا أثناء النوم. فهو سبحان الله ربنا مكيفه على كده، هينام وهتنام كتير علشان الهرمونات تفرز، علشان يكمل بلوغه ويكمل. فاحنا برضو لما نلاقيهم بيناموا كتير نسيبهم نايمين كتير، وطبعا لازم يبقى فيه نور مطفي. ما نسيبش ولادنا عامة بصفة عامة ما نسيبهمش ابدا يناموا في نور، او على الاقل النور خافت ومستقر. طيب في حتة زيادة ساعات النوم، هو بيبقى عنده رغبة. طيب في ناس، في اولاد في السن ده عندهم، بيبقى عندهم نشاط عالي وما بيناموش. لا، احنا نحثهم على النوم، لازم نخليهم يناموا، وخليهم يناموا من الساعة 8 أو 9 لحد الساعة 12. ده لازم لازم من 9 أو من 8 ل 12، لأن في هرمونات ما بتفرزش غير في الساعات دي، هرمونات ما بتفرزش غير في الساعات دي. فإحنا لازم نهيئ لهم الجو. طبعا برضو الحاجات دي بالإقناع وبالتدريب، بالاقناع، ما نخليهمش يناموا غصب عنهم، ولا ادخل يلا نام عشان تبقى مش عارفه ايه، عشان تكبر بسرعه، عشان والكلام ده. هو لا، هم مش هنشوف دلوقتي، هم هيبقوا يعني اساتذه، اساتذه في العناد. فاحنا ما نعاندهمش ولا نديهمش الاوامر. طيب هيبقى عندهم حاجات مع زياده الجديده، الحاجه التعاون مع الاخرين، هيبقى عايزين يعملوا مجتمعات جديدة، هيبقى لهم أصحاب جداد غير اللي هم مفروضين عليهم. هو طلع لقى نفسه، لقت نفسها مع أولاد خالتها وأولاد عمها وأولاد عمتها، بس هيبدأ بقى عاوز يتعامل مع ناس جديدة، عايز ناس كتير عشان تثني عليه ويقول رأيهم ويتكلم معاهم ويعمل مجتمعات ويحس إن هو كبير زي المربين أو المربين بتوع. هنقول هنا وقفة صغيرة كده بنقول فيها، هناخد ما بين التغيرات الجسدية والتغيرات العقلية. المراهق كالوردة يتفتح في جو الحب والتقدير، ولكنه يذبل في جو النقد والتجريح. ايه اللي ناخدها؟ ايه اللي ناخد جزاكم خير تعليقاتكم على الشريحة دي؟ يا ريت اسمع تعليقاتكم على الشريحة دي. يعني ايه المراهق كالوردة بيتفتح في جو الحب والتقدير ويذبل في جو النقد والتجريح؟ مشاركاتكم لو سمحتم في الشريحة دي. ايوه، يحتاج للحب والحنان، عايز هو زي الوردة بالظبط، زي اهتمامكم بالوردة هتتفتح في ايه؟ هو زي الوردة عايز جو مناسب. ايه الجو؟ الوردة الطبيعية عايزة اضاءة وعايزة مية وعايزة تربة كويسة، لكن المراهق عايز يتفتح، عايز حب، عايز احترام، عايز تقدير. النقد مش بيدبره يا جماعة، ده بيقتله، بيقتل شخصيته، تحفيزه. ماشي، جميل، اول احترامه وتقديره وتشجيعه. النقد دائما هدام، فعلا استاذه ايمان، النقد دائما هدام في كل، على كل المستويات، مش المراهق بس، لا ده الطفل والمراهق واي انسان. يحتاج الى رعايه اكثر، جزاكم الله خيرا. ايوه نعم، يجعله منطوي والحب والثناء يجعله اجتماعي. جزاكم الله كل خير، ما شاء الله عليكم، ربنا يبارك لكم يا رب. هو دلوقتي مطلوب مننا ايه في مرحله المراهقه؟ عايز دايما حب، عايز تقدير وثناء واحتواء، وما نهاجمهوش ابدا، ما ننقدش. زي ما قلنا هو تعبان ونايم نخليه تعبان، مش معنى ذلك هنخليه مرمي نايم على طول، لا، تعبان ونحاول بقدر الامكان نسحبه يطلع شويه، يخرج معانا شويه، يتحرك، بس ما يبقاش في تريقه ولا تدمير ولا نقد ولا تجريح على كسله ولا على نومه او على لبسه. طبعا احنا قلنا بيهتم كتير بمظهره، هيقف في الكتاب قدام المرايه كتير، وتقف قدام المرايه كتير، ما نقعدش نهدم فيهم. انتوا مركوش طول النهار الا المرايه؟ ايوه، هو بيدور على نفسه، هو عايز يثبت نفسه، مهتم بشكله الجديد.
مهتم بشكله الجديد، خلاص انا بقيت راجل فرحان بنفسه وعايز يهتم وعايز يظهر وخلاص. خدوا بالكم الهرمونات بتاعتهم ظهرت، هرموناتهم اشتغلت، كل واحد انت عايزه تثبت انها انثى جميله وملفته للنظر، والراجل والولد برضو عارف يثبت ان هو راجل وله كيان، ولما يبصوا عليه هينتبهوا ازاي، ما هو دايما هيدور على شكله. فما ننتقدش، انتبه ابنك خويه، اي فعلا انتبه ابنك خويه وعاوز تحفيز، ايوه هم هيبقى لهم اخطاء ماشي، ما احنا هنعرف دلوقتي ازاي نتعامل مع اخطائهم، هم هيبقى لهم اخطاء، هم هيبقى لهم اخطاء. الخطا بقى ان احنا نتصدى او نعمل تصادم معاهم في خطأهم. هنشوف دلوقتي ان شاء الله كل حاجه باذن الله، لان انا مهتمه بصفه خاصه بمرحله المراهقه باذن الله. اخر الحاجه الثانيه، هيتغير تغيرات انفعاليه. يعني ايه تغيرات انفعاليه؟ هيبقى مفهومه الذاتي هيتغير، هيحس ان هو بقى راجل، ممكن بقى هيبدا يعلي صوته من عشان يثبت صبي، فليتصابى له قول سيدنا معاويه رضي الله عنه، رضي الله عنه وارضاه. لا مش هنتجاهل يا امي، لا لا مش هنتجاهل هذه التصرفات ابدا، بالعكس ده احنا في المرحله ديت مش عايزين نتجاهل، ممكن هنتجاهل بعض الاخطاء اللي هي ممكن تعدي اخطاء، لكن في اخطاء لازم تاخد وقفه. يعني مثلا ما نخلوش مثلا على صوته بطريقه مش كويسه مثلا على والدته والاب يسكت، لا نخليه يهدى خالص. امتى نتدخل وامتى نسكت؟ هنتدخل بعد هدوء العاصفه، هو اتنرفز واتعصب وعنده انفعال قوي وردود فعله قويه، هنخليه خالص يهدى. الاب هياخده بهدوء ويفهمه انه اللي عمله ده ما يصحش، مش لازم نقابل هجومه بهجوم، مش لازم نقابل انفعاله بانفعال، لان في حاجه كمان، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، لان في حاجه كمان احنا كمان بنربي على ازاي نتعامل مع ردود الفعل. اذا كان هو اتعصب او اتنرفز او عمل اي حاجه احنا اتعصبنا معاه، هيتعود على كده، هتبقى حياته كلها، هيبقى كل انفعالاته بعد كده عنيفه. لكن احنا لازم نفهمه ان في حاجه اسمها ردود فعل هاديه، لازم يبقى عندنا توازن في ردود الفعل والانفعالات، لازم الحته دي احنا نربيه عليها، لا نسيبه خالص ولا نضغط عليه خالص. بس بعد ما يهدى ناخد بقى نعمل عمليه التربيه، بلاش تربيه الموقف، احنا بنربي جوهر، وهتفضل تربيه الجوهر لما بعد مرحله المراهقه كمان. هيبقى عنده المراقب الوهمي. يعني ايه مراقب وهمي؟ احنا قلنا ايه؟ هيبدأ يهتم بشكله، هيبقى دايما حاسس ان في حد بيبص عليه، حد بينتقد شكله، حد بيقول شوف شكله اتغير ازاي. هو مفيش حد كده، بس هو متهيأ له، هتلاقي دايما ايه نمشي مثلا نحط ايده على مناخيره، اللي هو بالنسبه للولاد مناخيرهم بتكبر، هيبقى حاسس كل شويه اي حد يبص له بص تلاقيه بيمسح على شنبه، صح؟ بتلاحظوها اللي بيلاحظها بتلاحظوها، ايوه حاسس ان كل الناس بصاله. ده مراقب، اسمه المراقب الوهمي، وهو في الحقيقه الناس مش هتبص له، لان هي دي مرحله الناس كلها عدت بيها. كل واحد ربنا اداله العمر الى ما بعد سن المراهقه مر بمرحله المراهقه. واي واحد واي اب واي ام وناس كبار عارفين ان ده عادي في سنه، واحنا الناس كلها متوقعه ان هو هيعدي من المرحله دي، فمفيش حد مراقبه، بس هو حاسس ليه حته الخجل، دايما حاسس ان الناس بصاله. هتلاقي البنت دايما هتمشي برضه منحنيه شويه، بتداري تفصيل جسمها. هو هنا لما نلاقيه بيعمل كده دايما نقول له ايه بقى؟ ما شاء الله شنبك ده، انت عارف يعني معناها ايه؟ انك بقى لك راجل، انت بقيت راجل، انت بقيت مكلف، لازم احس ان الحاجه دي قيمه يداها بيها ويفتخر بيها، لان ما يكسفش منها. صوتك
انت عارف صوتك ده ما شاء الله، تقول بقى تقول لازم نقول لهم بالطريقه دي ما شاء الله. عارف صوتك ده معنى ذلك ايه؟ انك انت خلاص، انت خلاص انت بقيت مكلف شرعا. الشباب والبنات هتلاقي برضو، هنقول لهم برضو عادي، الناس كلها اتغيرت في شكل جسمها، مش احنا لوحدنا بس. ده معنى ذلك، ده انت دليل على الانوثه، دليل انك انت بقيتي خلاص كبيره، بقيتي مكلفه زي زيك بالظبط، واحنا بقينا زي، واحنا دلوقتي عند ربنا انا وانت واحد، انت ليك الصحيفه عند ربنا وانا. فعشان كده دايما نكلمهم على ان الحاجه دي بقت ميزه لهم، مش حاجه يخجلوا منها، اللي هي مرحله النمو الشكلي، في النمو في الجسد وتغيير الجسد. ما تخليهمش ان تبقى الحاجه دي، انا اقول له ايه؟ عيب على شنبك، والكلام اللي بيتقال ده، داري شنبك، شوف مناخيرك بقى عامل، شوف صوتك بقى عامل زي البطه ازاي، شوف مناخيرك بقت قد ايه، الكلام ده ما ينقلش. نحذر، نحذر يا جماعه الكلمات دي. طيب هيبقى عنده التغيرات الانفعاليه، عنده لسعه استقلاليه. احنا قلنا انها مرحله البحث عن الذات، مرحله اثبات الذات والاستقلاليه. هو هيدور على، هيستقل، عايز يستقل من الصور. على فكره احنا هتكلم بثلاثه واربعه مع بعض، لان هما الاثنين واحد ان شاء الله. مش ايوه، هو يعني هيستمتع جدا بتكسير الاوامر. يبقى احنا نعمل، مش معنى ان احنا ما ندوش اوامر، بلاش نتقل عليه ما لا طاقه له به. مثلا عندنا 10 طلبات في اليوم، له لا اديني 3 4 بس، عشان ما خلاص ما يتعودش، علشان ما يتعودش ان يرفض. نحترم فيه ان هو عايز يستقل، بالعكس ده انا اساعده على الاستقلال. هساعده على الاستقلال ازاي؟ ايوه انت خلاص، انت كبرت او انت كبرت، ممكن تنزل تشتكي لوحدك. ما اتناكش يقول مثلا كل مشاويره، مع عاوز يروح مع اصحابه، عاوز يروح هنا. طبعا ده للولد، البنت برضه لازم يعني، ما هوش يعني مش تفرقه ابدا، بس الحق حق المتبع. مش معنى ذلك ان نترك له مجال الاستقلاليه، مش معنى ذلك ان انا اسيب الولد يخرج مع صحابه كتير وكده، لا البنت لا، لان احنا عندنا حديث واضح جدا، لعن الله الخراجه الولاجه. انا اديها استقلاليه في تفكيرها، اديها استقلاليه انها تعبر عن نفسها، اديها استقلاليه انها ترفض اللي هي شايفه ان هو ممكن يترفض. ما نضغطش عليهم، ما نديهمش لا على الله الخراج الولاجه اللي دايما داخله وطالعه، يعني دايما طبعا ده من غير سبب، اللي دايما داخله وطالعه من غير سبب. بص تلاقي ايه، واحده في ناس مثلا، واحده جارتها رايحه خارجه السوق، تخرج معاها تبقى لسه راجعه، جارتها تقول لها تعالي مش عارفه نروح فين، نروح تخش، ده الواد عايز ايه، تنزل، يبقى ايه رجعها على الشارع. ده غلط في حق المراه، غلط في حق المراه. فاحنا لازم نربيهم على كده. مش معنى ذلك ان احنا، ان انا بفرق دلوقتي في تربيه الولد وتربيه البنت، لا انا بربيهم ناحيه على حسب الشرع. هو الراجل، هو سبحان الله في الحياه هو اللي بيسعى على نفسه، هو له الخروج، هو اللي كده. مش معنى ذلك ان انا بميز، لا انا بميز. البنت هتخرج في حدود ان اديها شخصيتها، في حدود ان انا اقول لها انا بثق فيكي، تخرج مره كل فتره مع اصحابها وتبقى عارفه انك المكان اللي هي رايحه فيه وعارفه اصحابها. مش معنى ذلك ان احنا هنسيب الاولاد، لا، بس البنت يعني ايه، بقى فيها شويه مراقبه اكتر وشويه توجيه اكتر من الولد. طيب هيبقى عنده نزعه استقلاليه وتمرد على السلطه، نديله فرصه يا جماعه ان هو يتمرد، من حقه انه يرفض، من حقه انه يقول لا، ما يبقاش الدنيا انتهت وانت ازاي بتقول لا وانت كبرت وانت خلاص جرأت عليا، لا هو من حقه. زي ما احنا قلنا في التربيه في الاطفال، ابني يا جماعه ده بني ادم، هو بني ادم، هو ربنا خلقه بني ادم، له طلباته وله تفكيره وله اتجاهاته لازم انا انميه على كده.
انا منيح انه يبقى له اتجاه، لان انا منيح ان هو يتمرد على السلطه اللي طاغيه عليه. هو شايف ان الاب والام او المربيين دلوقتي بيطغوا عليه او بيضغطوا عليه في حاجه، ان هو يقول لا. ايوه نكون شخصيته. ايوه جزاك الله خيرا، نكون شخصيته. انا اللي اساعده على كده، انا اللي ساعده ان يكون شخصيته ويستقل بنفسه ويبقى عنده ثقه في نفسه وفي كلامه وفي رايه ويحس ان رايه معتبر. خلاص، زي ما قلنا ان قوه الانفعالات دي هيبقى ردود فعل عنيفه جدا، ردود فعل الفرح والغضب الاثنين. هتلاقي حاجه عبيطه صغيره كده هنبص تلاقيه فرحان جدا بيها وهايص، مثلا لو بيلعب دور كرتون ولا دور مسابقه كده وفرحان جدا بيه، ما نتريقش عليه. لو ما كناش هنقول كلمه تشجعه، كلمه تشجعه او تقول له او نضحك حتى في وشه، بلاش نتريق عليه. نسيبه ينفعل، نسيبه ينفعل عند الفرح وعند الغضب، بس بعد الغضب نيجي نقول له لا تعالى بقى هنا نقف شويه مع بعض ونتكلم، انفعالك ده لا مبرر له، لازم نضبط انفعالاتنا. مش معنى ذلك ان هو خلاص المراهق، مش معنى ذلك ان هو بقى نقول ايه يلا هو مراهق خليه يزعق خليه يعمل خليه مش عارفه ايه، لا لازم نحط ضوابط واحنا عارفين ان هي دي مرحله لازم نقوم فيها، هيحصل فيها الكلام ده كله هيحصل، بس احنا لازم ايوه هو قوه الحساس، ايوه مش حكايه حساس، هو بيدور على نفسه، بيدور على نفسه، وقوة الانفعال دي حاجة بتعبر عن نفسه، بيعبر بيها عن شخصيته. هيبقى بعد كده في بعض الأطفال مقبلين على سن المراهقة بتكون الغالب على استرضاء الآخرين، ده من التربية، ده يا أستاذة إيمان من التربية، وهنتكلم إن شاء الله لهالي في الآخر عشان ديت موضوع حق كبير. هنعيد يعني منظومه في يعني منظومه في شخصيتهم. هو خد كده، يا اما الام هي كده هي نفسها دايما بتسترضى الاخرين فهو خد دي منها، او الاب فهو خد نقل الصفه دي منهم، او عنده ضعف في الشخصيه، ضعف في الثقه في النفس، ما كوناش عنده ثقة قوية في مرحلة الطفولة، فهيجي علشان هوش عارف يقول رأيه كويس، فهو دايما يقول زي ما بيقول ايه ماشي جنب الحيط عشان مش عايز حد يخبط فيه، بيرضي ده وبيرضي ده وبيرضي ده، لان هو ضعيف الثقة في النفس. فعليه تعاملي معاه ان نبدأ نقوي ثقته في نفسه، نحطه في مواقف ونقول نلقنه، ايوه نلقنه في الحته في الحاله اللي زي ديت لازم نلقنه، انا عارفه النوعيه اللي زي دي، يدي مبررات لكل افعاله، لو عمل اي غلطه يبدا يدي مبررات عشان يرضي اللي حواليه ومش عارفه ايه، فاحنا نعلمه مش شرط كل حاجه تعملها تدي مبرر، اعمل اللي انت لا مش احنا مش عايزين عقاب في المرحله دي خالص، مش عايزين عقاب. العقاب هو ان الغضب او المقاطعه، العقاب هيبقى في المرحله ديت يا اما اظهار الغضب ان انا غضبانه منك، الموقف ده مش منك، ما غضبانه من تصرفك وتصرفك ده ما يعجبنيش، او اعمل مقاطعه. لو يا ريت تكتبوا بالخط ال20 الله يرضى عليكم، لان انا فعلا لا مش هيبقى فيه عقاب. العقاب هو يا اما الصمت، يعرف ان في حاجه غلط، يا اما العتاب. العتاب هنا بقى هنمسك عتاب، ومش العتاب اللي هو عتاب الجلد، لا عتاب لفت النظر. يعني معلش انت سبتك خدت حقك في الانفعالات، انا قدرت فعلا انفعالك، بس انا دوري ان انا ارب، دوري اقول لك ان انفعالك ده لا مبرر له، لازم تضبط نفسك، تضبط نفسك علشان نفسك، اقول كده تضبطي نفسك علشان نفسك بعد كده، لانك انت لو في المرحله ديت او المرحله دي حسب اللي انت بتكلميه وفضلت على هذا رد الفعل العنيف، حياتك كلها بعد كده لا قدر الله مشاكل.
انتقد، ايوه انتقد التصرف، ايوه احنا متفقين في عندنا مبدأ انتقاد التصرف، الفعل للفاعل، انتقاد التصرف مش الشخص. فنرجع لسؤال الاستاذة ايمان، الطفل ده عايز تقوية الثقة في النفس، وان شاء الله نعمل حلقة مخصوص او بص على ازاي نقوي ثقة ابني في نفسه. طيب هتبقى تغييرات عقلية، هيبقى دايما بحث عن القلق، هيغلب عليه الخوف، هيبقى دماغه بقى ايه شغاله، وهينمو في الحته دي، في حته مهمه جدا، ان هو هيبقى تفكيره هينمو يعني دي الحته دي عايزين نستثمرها فيهم، التغيرات العقليه دي والنمو العقلي عايزين نستثمر الحته دي فيهم. هو بيبحث عن المسؤوليه، اشيله مسؤوليه، هو دايما حيران او عنده نقد لكل التصرفات، لانه بيتعلم يكتسب خبره، وعايز بيشوف ده اللي صح ولا ده اللي غلط، عنده حيره مين تصرفه صح، هاخد من مين ولا ما اخدش من مين، هيبدا ينقد كل اللي حواليه. ما اقعدش اقول له انت دايما بتنقد، انت دايما باصص بعين النقد، بيقول له ايه وجهه نظرك، انا ينقد حاجه اقول له انت ايه وجهه نظرك، طب قول لي الصح. طب ما نيجي نجرب الحالتين، وممكن يكون هو فعلا نقده سليم، وممكن يكون نقده سليم، فزي ما احنا قلنا نمشي معاه من غير ما ننقد او نتهمه بسوء التصرف، هي هينقد دايما لكل اللي حواليه، ناخد منه تعال طب انت بتنقد ايه، قول رايك، لان الحوار يا جماعه الخير مهم جدا 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 في مرحله المراهقه، في كل، لو كنت لو هو في كل المراحل بس في مرحله المراهقه اقوى، يعني الحوار مهم في تربيه في الطفوله، اقوى اهتمام في مرحله المراهقه، هيبقى دايما غالب عليه الخوف، الخوف ان هو صح، الخوف الناس هتقول عليه ايه، الخوف شكلي هيبقى حلو ولا مش حلو، انت بصين ازاي، وهنبص طبعا البنات هيبقى دايما خايفه وقلقانه من تصرفها مثلا في الجامعه، لو حاجه مثلا قدام الاولاد موقف مش هتبقى مثلا خايفه تبقى تظهر شكلها مش حلو، الولد هيخاف ايه؟ هيخاف انه ينحط في موقف ما يقولوش عليه راجل، فلازم انا ابني انه يبقى راجل، ابني انه هو يبقى راجل علشان ما احطهوش في حلقه الخوف، اخليه عنده ثقه في نفسه. طيب هو دايما خايف ودايما قلقان، دايما ما اقولوش كده انت عندك ثقه في نفسك، ما اقولوش الكلمه دي ابدا ابدا، ما اقولش ابني ابدا انت ما عندكش ثقه في نفسك، او بنتي هو خايف قلقان، هيبقى عنده شويه ضعف في الثقه في النفس، ابدا اقويهم اقول له ان شاء الله انت زي انت جميله، انت محدش زيك، انت برنس، انت الكلمات اللي بنقال كده، انت ده انت ما شاء الله عليك، يعني اتمنى كده لو اخلف 10 زيك، اخليه دايما ابث فيه الثقه في نفسه، هيبقى التقلب سريع، عنده تقلب مزاجي سريع، ما نقعدش نقول انت كل في ساعه خال، انت راكبك عفريت، انت مش عارف ايه الكلمات اللي تقال اللي ملهاش لازمه، اللي احنا بندمر فيها جزء من شخصيه ولادنا وما احناش عارفين. هو متقلب مزاجه سريع، مزاجه متغير بسرعه، ما كنتش عليه، مش كل شويه اقول له ايه انت ايه انت كل ساعه في حال، انت مش عارف، لا ما نقولش كده، هو مزاجه متغير، نسيه مزاجه متغير هتعدي، يبقى نعرف ايه يا جماعه الخير، طبيعه مرحله، لا تغلق جميع النوافذ فقد يكون منها نافذه امل. يعني ايه يكون من بينها نافذه امل؟ لو عندكم تخيل، عندكم تصور لها، عندكم تصور لها يا اخوات، يا اخوات ويا اخواني الحاضرين. طيب لا تغلق جميع النوافذ فقد يكون من بينها نافذه امل، يعني ما اقعدش اقول لابني او بنتي ايوه نسيب الباب مفتوح، ما يبقاش غلط اروح جايبه له كل التعميمات السلبيه على شخصيته واحطها فيه. ما اقعدش نقول لابني او بنتي مش هتنجح، مش هتفلح، مش هتعمل، انت اخطائك عدت، انت اخطائك ملهاش حدود، لا انا ابدا اصلح،
اما يحصل فيه مشكله او هو انفعل ما اروحش اقوم ابدا اصرف قصاده واروح واخده منه موقف وبعدها لا، اسيب له الباب مفتوح، اسيب له باب الرجوع، ما اقعدش اكسر وهدم فيه من كل نقطه، اسيب باب للرجوع. دي حته برضو مهمه، لا مهمه جدا، هيبقى عنده تغيرات اجتماعيه. يعني ايه تغيرات اجتماعيه؟ هيبدا عاوز يكون اصدقاء، ما نمنعوش انه يكون اصدقاء، لازم نخليه يبقى يعمل اصدقاء من الخارج، لان مش هيفضل انا طول عمري حبساه في مرحله الطفوله ومع اولاد عمه ولاد خالته ونفس الثقافه ونفس مفيش تجديد. اما يجي هيطلع بقى مرحله الجامعه مش هيلاقي نفس فكره، هيلاقي حاجات كتيره متغيره. فاحنا نسيبه مرحله المراهقه، هو عنده طبيعي هو عايز يعمل اصدقاء، نسيبه يكون اصدقاء بس بشروط. اعرف يتصدم بالواقع، فانا هخلي هو هيبقى عنده في المرحله دي رغبه تكوين الاصدقاء، عايز يعرف، عايز يثبت وجوده. مش احنا قلنا عنده نزعه استقلاليه؟ هو عنده نزعه استقلاليه، عاوز يثبت وجوده ويثبت ذاته، فهيعمل ايه؟ عاوز يبقى زي بابا وزي اخويا الكبير، انا ليا اصدقائي المخصوصين هيجولي وماما ترحب بهم في البيت او انا ارحب بهم في البيت، هيكلموني في التليفون من بره زي بابا بالظبط. انا كبير، هو بيبحث عن ذاته، هيبحث عن ذاته، مش هيبحث عن ذاته في البيت بس، لا ده هيبحث عن ذاته بره. فاحنا خليه اما يبحث ذاته بره يبحث عنها وهو واثق في نفسه، وهو عنده يعني الاهل مدينه حب وتقدير واحترام عشان ما يهربش منهم بره، هيكون اصدقاء مجرد الاصدقاء، مجرد رغبه جواه، ما نخليهوش يكون اصدقاء هروبا من البيت. لان في نوعيات، ربنا يعافينا واياكم ويصلح ذريتنا جميعا، ان هو بيكون اصدقاء بره هروبا من الضغوط في البيت. يعني ايه هروبا من الضغوط في البيت؟ دايما مش لاقي حب، مش لاقي تقدير، مش لاقي احترام، مش لاقي احتواء، مش لاقي حوار. فهو في المرحله ديت عايز اللي يقدره وعاوز اللي يديله الحاجات دي، فهيبدا يهرب يروح لاصدقائه، والله اعلم هيختار اي اصدقاء هيبداوا يظبطوه بقى. ايوه هيبحث عن الشعور بالاهميه والتقدير والاحترام، وهيقعدوا بقى يقولوا ايه يا كبير انت البرنس اللي فينا، انت اللي مش عارفه ايه، ده انت كل حاجه يعملها، لو عمل شعر وقفه على عمل فيه ايه ولا حط فيه لونه احمر ولا اخضر، هيقولوا ايوه ما شاء الله عليك لبسك، ايوه ده انت حد زيك. فهم بيدوا له اشباع نفسي بتقديره، فاحنا ندي ابننا احنا ولا بنتنا الاشباع ده في البيت علشان ما يطلعش بره ويدور عليه. ولو قدر الله لو طلع بره وهو مش واخد الاحتواء ده من البيت والتقدير، ما نعرفش هيروح ايه، ما نعرفش هيروح لفين. عشان كده دايما في مرحله المراهقه بيقول لك الاولاد بيبقوا عايزين يهربوا من البيت. ده في البيت هون، البيت اللي ما عملش استعداده ان عنده مراهق، ما رتبش اولوياته ان عنده مراهق ويشوف طالب منه ايه، ما نكونش مشغولين عنه. هيبدا يغيب عن الاجتماعات الرسميه، يبقى ممكن يبقى فيه شويه خجل، زي ما قلنا هيبقى عنده المراقب يعني تعبه شويه، هيحس ان الناس كلها بتبص عليه، الناس كلها مركزه النظر عليه، هيبدا يغيب عن الاجتماعات الرسميه. ما نضغطش عليه، ما نحطهوش بقهر في المكان، لازم نقنعه، لازم نقنعه، ولازم نعمل له حتة سياسة الإغراق، سياسة الإغراق في الموقف. أنا ما سيبهوش أقول ده هو مراهق وهسيبه غايب عن الاجتماعات الرسمية، لأ هو غايب عن الاجتماعات الرسمية علشان حتة المراهق المراقب الوهم اللي جواه حس إن إيه الناس هتقعد تبص عليه، مش هيقدر يتكلم كويس، مش هيقدر. طبعا ده اذا كان عنده عدم ثقه في نفسه، مش كل مراهق هيبقى يحصل كده. اذا انا عندي ابن او عندي بنت في الحته اللي زي كده، لازم انا اجيب لها الاصدقاء في البيت، اتعمد اعمل اجتماعات في بيتي واقعدها معاهم، اعمل اجتماعات في بيتي اقعده معاهم، وانا اللي ارتب خروجات لو انا مهتمه قوي بولادي، ارتب الخروجات واقول لهم
علشان ايه؟ اعمل سياسة، حاجة اسمها سياسة الاغراق في الموقف اللي هو بيهرب منه واحطه فيه. لما هعمل له كده مرة 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 هيبدأ يتعود ويخرج من حتة الانزلاق اللي هنا. العلاقة يا جماعة الخير، بس مش عارفة ايه اللي حصل. تقريبا الباور بوينت كان جعان شوية، قطع مننا حاجات كتير. هنا العلاقات بين المربي والمتربي مثل الحديقة، لابد أن تراعى وتتابع. إيه مفهومنا؟ إيه مفهومنا عن بد أن تراعى وتتابع؟ بمعنى إيه؟ يعني أنا النهاردة لو عندي حديقة مش بزرعها، أيوة الله يرضى عليك، لازم نتواصل، لازم هنتواصل معاه. أنا مش هزرع الحديقة بتاعتي النهاردة، مزرعش الحديقة بتاعتي النهاردة وأقول إيه خلاص أنا زرعت. لازم متابعة ولازم مراعية ولازم اهتمام، الله يفتح عليك، ولازم اهتمام ولازم حاجات كتيرة جدا. كل حاجة أنت بتعملها زي ما احنا قلنا، الأولاد دول زي النبات بالظبط، عايزين أنت زرعة بتاعها، وبتفضل بنفضل متابعين متابعين متابعين. ما أقولش الحاجة مرة وأزهق مرة خلاص، لا. زي ما أنا براعي حديقتي، الابن او المراهق، ما احنا مش عايزين نقول المراهق، احنا بنقول مراهق النهارده عشان الموضوع عن المراهقه. الابن عامه، الابن عامه عايز اهتمام، عايز تواصل، عايز حوار، عايز متابعه. مش معنى ذلك ان انا وجهت مره يبقى خلاص، لا. توجيه مره واثنين وثلاثه وعشره لحد ما ينصلح الحال. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه، عمليه الايه؟ الاحتواء. المراهق عايز، احنا قلنا الحاجات دي هنعدي عليه. من سيحسن الزرع والاعتناء بزرعه سيحصد ثمارا جيدة، كذلك التربية. صح، جزاك الله خيرا، جميلة جدا، جزاك الله خيرا. حاجات المراهق عايز مننا ايه المراهق ده؟ شوف، عايز حوار، عايز تحفيز، عايز قبوله على ما هو عليه، قبوله، نحسسه بالقبول، اشباع الرغبات. يعني ايه اشباع الرغبات؟ اللي هي برضو الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، عايز حب، عايز ثقة، عايز ايمان، عايز يحس بالائتمان، عايز يحس بالتقدير. هو مش عايز، شوف، حاجات بسيطة جدا. عشان كده بنقول احنا ابننا او حياة بنتنا تربيتهم في ايدينا، بس احيانا بنغفل هم عايزين الصبر. الصبر وطولة البال. فعلا هم فعلا محتاجين صبر وطولة بال، بس الصبر وطولة بال ده دينا احنا، احنا اللي محتاجينهم فعلا، لان هي تربية فعلا عاوزة صبر وطولة بال طويلة. اقول طولة بال للصبح. طبعا جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، المراهق عليا. طيب احنا طبعا، احنا لما نيجي نتكلم عن المراهقة، انا عندي اتنين برنامج للقاء. في برنامج بكلم فيه اولياء الامور اللي هم المربيين اللي احنا في صدده الان، وفي برنامج تاني اللي هو موجه للمراهق نفسه، اللي احنا بنقول فيه، بنقول له لازم تستغل الطاقة اللي انت ربنا ادهالك دي وطاعة الله. تكيفها ازاي؟ هتكيف النمو العقلي بتاعك ازاي؟ هتكيف النمو الاجتماعي بتاعك ازاي؟ ديت حاجة وديت حاجة، وجزاك الله خير، هي فعلا إضافة، إضافة جميلة جدا بنستغلها في أما بنيجي نوجه الحديث للمراهق نفسه. هناك بعض أيوة، هو بيعاند ليه؟ بيعاند ليه يا أم زينب المراهق؟ عشان الكلمة الحانية اللي احنا في صددها، عايز بسمة جميلة، عايز عبارة رقيقة، عايز احترام. ده سر نجاحك سبحان الله. والله سؤالك جه مع الشريحة النسبة، هو بيعاند عشان يقول لك أنا موجود. إحنا قلنا دي مرحلة إثبات الذات، هو بيثبت ذاته، بيعاند يقول لك أنا موجود، أنا ما يتفرضش عليا. هو متعته تكسير الأوامر، المراهق متعته تكسير الأوامر. ليه؟ لأن هو بيتمرد على السلطة زي ما قلنا الأول، هو متمرد على السلطة، عايز يدور على الاستقلالية. هو بيدور على الاستقلالية وإحنا رافضين، فإحنا اللي بنزود عنده العناد. هو بيعاند ليه؟
اكيد بنكلفه لا طاقه لها به، اكيد بنكتر عليه التكاليف، اكيد بنكلمه باسلوب مش كويس، ما هو بيعاندش غير عشان هو محتاج مننا ايه؟ شوف المراهق محتاج حاجات بسيطه جدا، ده انسان جميل جدا والله العظيم، عايز عباره جميله، عايز حنيه، عايز حنيه، عايز احترام، ده سر نجاح المراهق، نجاحنا احنا مع المراهق بس، هنديله الحاجات دهيت والتقدير والاحترام خلاص هيبقى عادي جدا، هيبقى كيوت جدا والله، هو بس هو الشراسه اللي هي فيه دي، احنا قلنا هو بيثبت ذاته، بيثبت ذاته، احنا نديله احنا نديله اثبات الذات، احنا قلنا مرحله البحث عن الذات، هو بيبحث عن ذاته، يقترب من الجنس الاخر، يحاول المراهق ان لا هو مش اثبات ذاته، اللي بيثبت ذاته يا استاذ الفاضل هو بيقترب من الجنس الاخر ده لا مش ده ده اللي هو عنده كمان مشاكل بيت، اللي عنده مشاكل في البيت اللي هو برضه يفتقد التقدير والاحترام وكده في البيت، فبيدور على حد يحبه ويحترمه فبيتجه للجنس الاخر. ديت مشكله، لكن هو احنا قلنا لو طلعنا مراهق سوي ايوه هو هيتجه للجنس الاخر بس ايه؟ اتجاه فطري، اتجاه هرمونات بس. لكن اللي هو بيحاول يقرب لاثبات وجوده ده اللي مفتقد كثيره جدا في بيته. ده اللي مفتقد الحب والتقدير والاهتمام، يا اما يعني يتقرب من الجنس الاخر او يتقرب من اصدقاء الله اعلم هي ايه؟ ايوه ما هو ما هو هيبقى عنده فراغ عاطفي، ما هو ناقص الحاجات دي كلها في البيت. احنا ما عملنالهوش اشباع، اللي هيعمل اشباع لابنه او بنته في البيت اشباع عاطفي واشباع لكل رغباته في البيت مش هيعمل كده بره. مع اهله مشكله وهي دي الماساه، هي دي المشكله وهي دي الماساه، ربنا يحفظ ولادنا يا رب من الافلام ومن الاذى، واحنا نتجه في تربيتهم ونوجههم اتجاه سليم، ربنا يبعد عنهم كل شر. طيب صفات المربي، احنا قلنا المراهق محتاج مننا ايه؟ عرفنا. طيب المراهق عايز مربي عنده ايه؟ شكله ايه المربي؟ المربي في المراهق او الابناء عامه، احنا قلنا الشريحه ديت مش للمراهق بس، مش صفات المربي للمراهق بس، المربي بصفه عامه يا جماعه الخير. لازم يكون عنده علم، علم باصول التربيه. علم التربيه علم. علم ان ازاي يتعامل مع كل مرحله. علم ان هو يجي في مرحلة الطفولة يقول انا عندي طفل صغير لازم اخد دورات ولازم اخد كورسات ولازم اقرا كتب ولازم اراجع المختصين ازاي اتعامل مع ابني في فترة المراهقة، فترة الطفولة. طيب عنده عدل. ايه العدل؟ العدل دي احنا عايزينها في كل الناس مش في المربي بس. ان كان في عدل عند الناس كلها مش في مشاكل ان شاء الله. العدل بالنسبه له العدل ايه؟ محتاجين العدل ايه؟ يعدل بين الابناء. دي من الحاجات المهمه جدا في المربي. ممكن يكون قلبه ميال لواحد او ميال لبنت عن الباقي. بس اعدل بينهم. ما ظهرش الميل ده. ما ظهرش انا عاطفتي الزايده او انجذابي لاحد الابناء. ممكن تكون هو شخصيته كده، شخصيه الابن او البنت دي تستدعي كده، يكون هو انسان طبيعي محاور خفيف الظل، ما اظهرش اهتمامي بيه الزايد عن الباقي. اقف عن كله كتير، بس الحته دي بس اللي هنقف عندها كتير، حته العدل. عدم العدل بين الابناء من اخطر الاسباب اللي اللي بتعمل مشاكل نفسيه جدا بين الاولاد. انا اعدل بينها حتى في القبلات، الله يفتح عليك، حتى في القبلات. ليه العدل بقى؟ عدل بيخلي فيه حب، فيه تآلف. عدم العدل هيبقى فيه غيره وفيه طغينه وفيه حقد
ما بين الاولاد على بعضهم، هيبدا الاولاد عشان يشوفوا مين اللي بابا وماما بيحبوه اكتر هيبداوا يفتنوا عليه، هيبداوا يتامروا عليه، هيبداوا يعملوا له مشكله. طيب الاقوى من كده بقى ان تكون الصفات اللي هي الامراض القلبيه دي تثبت عندهم، يعني تثبت عندهم، يعني خلاص بقت صفه ملازمه ليهم، اللي هي حته الحقد والحسد والغيره هتبقى موجودين. اي حد هيشوفه بعد كده افضل منهم في حاجه او تخيلهم ان هو افضل منهم هيبدا حته الغيره هتشتغل، حته الحقد. يبقى المربي هو اللي في ايده انه يخلي ابنه ده يبقى عنده امراض قلبيه ولا لا. بحته العدل يبقى لازم المربي يبقى عنده القدره على التعامل مع مرحله النمو، عنده استقرار نفسي، ما يبقاش انزعاجي على الابن. ايوه بيخليه عدواني، عدواني مش مع اخوه بس، ده بيربي عنده عدوانيه ضد الاخرين وضد كده صفه في حياته كلها. ربنا يعافينا واياكم ويعافي اولادنا يا رب ويصلح حالهم. ده يمكن تاثير ياثر، ايوه طبعا تعلق الطفل الزائد بالام طبعا طبعا، ده ديت ليها مشاكلها، نفس مشاكل القسوه هي نفس مشاكل الدلال. الدلع الزايد او تعلق الطفل بالام الزايد بتجيب نتائج مشاكل للطفل، مشاكل سلوكيه زي القسوه، ضعف ثقه، ضعف ثقه، خوف، خوف، لانه دايما متعلق بالام، الام هي اللي بتقويه، هي اللي تقف جنبه، هي اللي بتحل له مشاكله، هي نفس القسوه بالظبط. ما نفرحش قوي ان احنا مدلعين ولادنا ومدللين زياده عن اللزوم، لا، هيبقى في الاخر هيدوك نتيجه زيه زي الاب اللي كان قاسي عليهم، وفي الحالتين هنطلع نفس النتيجه، مفيش ثقه، مفيش ثقه، في خوف. لكن لا ننكر ان الطفل الجديد يكون له مكان خاص في القلب. ما احنا قلنا، احنا قلنا جديد ولا قديم هيكون له مكانه خاصه، ما حدش انكر كده، ما حدش انكر، بس الام الشاطره او المربي الناجح والاب والاب كمان هو اللي ما يظهرش هذا الاهتمام، ما يظهرش هذا الارتباط الاقوى ما بين طفل وما بين الاخر، او يعني ما بين الاب وطفل والتاني لا. ده الاب الناجح او المربي الناجح. مش معنى ذلك ليه فرحته جديده ويبقى سبحان الله بيكون هم كاملين كده، هم صايمين وله اهتمامه، حتى الابن العيان المريض بيبقى برضه له اهتمامه ازيد من الابن السليم، ده عادي، دي فطره فينا. النجاح في بقى في المربي انه ما يظهرش كده، ما يظهرش الاستفزاز، ما يستفزش الاخرين، ما يصيرش احقدهم، ما يصيرش غيرهم. هيبقى طبعا لازم يكون الرب ده قائد، عنده قدره على العطاء، ان اي عاوز يدي لاولاده اللي هم عايزينهم يديه لهم، مش لازم يكون عطاء مادي، لا، عطاء معنوي، عطاء في التوجيه، عطاء في القياده، طلباتهم يجيبها، لازم يكون طيب. عنده بناء علاقات، يقدر يتحاور مع اولاده، ما يبقاش قاعد خلاص، هو الاب جاب لهم اكلهم وشربهم وقاعدين بيذاكروا وخلاص، قاعد ماسك الجورنال هم اللي فاتح التلفزيون ولا ماسك الموبايل زي ما بيحصل الايام ديت وخلاص، انا انا مربي احسن تربيه وانا ولادي ما فيش زيهم وانا وانا وانا، لا، ولادك عايز تبني معاهم علاقات صداقه زي ما قلنا في التربيه اللي قبل كده، لازم صادق ابنك علشان لما يجي في مرحله المراهقه ويطلع للعالم الخارجي يبدا يتنقل، يبدا ينقل نفسه بقى لعالم الرجاله وعالم الانسات، تواصل فعال بينهم، جزاك الله خيرا، ينقل يبقى لاقي صديق وفي له، ما يقدرش يدور على اصدقاء بره ما نعرفش هنوديهم فين، لكن لو هو باني علاقه مع المربي الاب او الام ايا كان المربي الجد الجده وفي علاقه قويه هيرجع يقول له اسراره، هيرجع يقول له مشورته، يبقى ده دور بناء العلاقات. عنده سمت والهدي الحسن، عنده قدوه. والمربي الناجح اللي هو يبقى قدوه لاولاده. الاب الناجح ان هو يبقى قدوه، قدوه حسنه لاولاده. هنا برضو كل لابسه نظاره بيضاء ولا تلبس نظاره سوداء. دي بمعنى ايه؟
ما نقعدش نمسك المشاكل كل حاجه صغيره عند ولاد، كل حاجه لابسين لها نظاره سودا بس. لا، الاطفال يواكبون ماشي تمام، يواجب اللي هنشوفه هو اللي انت والله يرضى عليكم، تفاءلوا بالخير تجدوه، تمام نلتمس له. والله كلكم ما شاء الله كل تعليقاتكم فعلا على الموضوع. ما نقعدش نركز على المشاكل بس والسلبيات ونعمم جاتهم، لا، حتى مشاكلهم ديت البس لها نظاره بيضة وشوف الايجابيه اللي فيها. هو عمل مشكله، خطا، اخطا، بس دور له على ايجابيه فيها عشان تعزز وتقويه. ما نقولش بسرعه ده خطا ونبقى خلاص نلبس بقى النظاره السوداء ونقعد ما ندورش غير على اخطائهم وبس. لا، حسن الظن، حسن الظن فيهم، لازم نحسن فيهم الظن، وما نجيش اي حاجه واقعد عنف وتربيه. لا، مش عايزين تربيه الموقف، احنا عايزين تربيه الجوهر. تربيه الموقف دي يعني لا، احنا مش عايزينها، احنا عايزين تربيه الجوهر. عشان كده بنقول البس نظاره بيضة، شوف ايجابيات ابنك وشوف ايجابيات، شوف ايجابيات بنتك، ما يبقاش كل تصرفاتهم غلط غلط غلط. هم لازم يغلطوا، ليه؟ احنا مش متخيلين، احنا متخيلين ان هم ما لهمش ان يغلطوا. هم لازم يغلطوا، هم بني ادمين، هم بشر، كلنا بنغلط. وانا دوري كمربي ان اقوي معلم، حتى لو اخطا لازم احسن ظني فيه ان فيها حاجه ايجابيه، ادور على حاجه ايجابيه، اقول هو مش متعمد الخطا ده، ما هوش متعمد المراهق. النبي صلى الله عليه وسلم، اللي احنا بنتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ده، فيه حاجه كده التربيه الايمانيه او تربيه بالدين او تربيه في الاسلام او من القران، فديت حته صغننه كده منها، يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه نحو معالي الامور كابن عمر وابن عباس وغيرهما. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رغم كل انشغالاته ورغم كل كان عليه يعني مسؤوليات قد ايه، ولم يغفل صلى الله عليه وسلم نوجه الصغار، دليل على ان التربيه شيء مهم جدا، توجيه الابناء شيء مهم جدا، ان هو صلب المجتمع. لان انا وجهت ابني توجيه ايجابي هطلع كل مجتمع ايجابي، المجتمع الصغير الاول كاسره، ومجتمع الاكبر الاوس كان او البلد وسع خالص اللي هو امتنا الاسلاميه بامر الله تعالى. لا تكرر حياتك التربويه كحياه من سبقك. بمعنى ايه؟ اللي هي يا جماعه التربيه بالوراثه. ما خدش كما تعودت، انا كنت مرحله المراهقه ما اقدرش ارفع صوتي على ابويا ولا على امي، يبقى ابني لازم يعمل كده، وابني كذا وكذا 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 وكذا. لا، ما نربيش بخبراتنا السابقه. انا مش هقول، انا ما كنتش، كان في ناس كتير يقول لك كده، يقول لك انا ابني ما يرفع، انا عمري ما كنت ارفع صوتي على ابويا، انا ما كنتش ارفع عيني في عين ابويا، انا اما كان ابويا يبقى داخل اطلع اجري ادخل جوه. دي تربيه غلط. مين اللي قال كده؟ الاب الناجح او المربي الناجح ان دخول البيت يبقى فرحه، دخول البيت يبقى فرحه، يجري ولاده عليه يتنططوا على كتفه ويعمل يتنططوا على كتفه ويعملوا له فرح وهيصه وهو داخل. وكل جيل له تقاليده ومعاييره، ما نربيش بالقيود بتاعت زمان. والناس بتفتخر على فكره، سبحان الله، الناس تفتخر يقول لك انا ما كنتش اقعد اكل مع ابويا، انا كنت ناكل الاول، زي ما احنا فاكرين. تعلم الاخطاء، نتعلم من الاخطاء السابقين، ما نبقاش كوبي بيست في التربيه زي ما انا اتربيت اربي ولادي. لا، كل زمن وله طريقته متطلباته كمان. احنا بقى نشوف احنا بقى ايه، احنا اللي عاملين ايه في المراهقين، هنشوف مشاكلهم كلها من المربيين. هم ابرياء، هم ابرياء، لان احنا قلنا في الاول الابناء ملفات، احنا اللي بنملاها، احنا اللي بنملاها ازاي، حلو او وحش، احنا بنعملهم البناء المعرفي او سلبي او ايجابي.
يبقى مشاكلهم دي منين؟ هنشوف مشاكلهم منين؟ غياب الحوار بين المربي والمراهق، مفيش حوار. ناخذ من التكنولوجيا ما يواكب عاداتنا وتقاليدنا وننمي جوانب عندهم، ماشي تمام. غياب الحوار بين المربي والمراهق، مفيش حوار، كلها اوامر، وهو بيدور على ذاته، بيدور على الاستقلاليه، مش عايز ياخد اوامر. الاوامر بتكسر ثقتي في نفسي، فبيحصل عندي مشكله. علشان كده بنقول المربي الناجح انه يبقى عنده يعمل علاقه قويه مع ابنائه. القسوه او الدلل في التربيه، يبقى دي برضه من عندنا احنا، برضه من عندنا. الدلال الزايد، ايوه عدم النقاش معاهم، لازم يبقى فيه حوار، لازم يبقى فيه حوار، حوار في الاخطاء والحاجات الكويسه. الاخطاء عمل مشكله، لازم اتحاور معاه، ايه انت عملته ليه، واشوف نيت وراها ايه، واصحح له بالحوار. بالحوار القسوه والدلال او الدليل، الاثنين مع بعض هما زي ما قلت قبل كده لحضراتكم، ان هما الاثنين دي بتعمل مشاكل زي دي بالظبط. القسوه بتولد عند، بتولد ضعف في الشخصيه، ومع ذلك عند، عند بس بتعمل ضعف في الشخصيه، بيعاند معاك انت بس، بيعاند مع المربي بس. والدلال نفس الوضع، مش مفيش حاجه في الاثنين، نفس الوضع. الدلع الزايد ورغباته وتلبيه رغباته كلها، هناك من يصحح له بالعصا، لا لا مفيش حاجه اسمها تصحيح بالعصا نهائي. ده اللي بيكسر، اللي بيصحح بالعصا ممكن عقاب، اه، لكن التصحيح بالعصا ده تدمير، ده تدمير. مشاكلهم ضعف التربيه في الصغر، ما خدش اشباعاته النفسيه، ما خدش الحب والاحترام والاحتواء والحنان وكل الحاجات اللي احنا قلناها، بتعمل له مشاكل في المراهقه. الانفتاح، احنا بس ايه هناخد اربعه بس اللي هنقف معاها، لكن الحاجات دي اربعه خمسه وسته دي فقدان القدوه واثبات الذات، دي احنا اتكلمنا فيها. الانفتاح غير الموجه، يعني ايه الانفتاح غير الموجه؟ احنا عايزين في اسره منفتحه، يعني بنسيبهم يخرجوا يتفرجوا على التلفزيون، ما نعرفش هم بيخرجوا على ايه، بيخرجوا يروحوا سينمات ما احناش عارفين ايه الافلام اللي بيروحوها، بيخرجوا مع اصحابهم مش عارفين مين الصحاب. ايوه اكيد اكيد طبعا، الانفتاح غير الموجه، بيخرج مع اصحابه ما احناش عارفين مين الصحاب اللي هو خارج معاهم. بلاقي انه سلوكيات خطا في البيت ما بصححهاش، بسيبه منفتح على الدنيا بقى بكل ما فيها، بحلوها بمرها بسلبياتها بايجابياتها، ونقول خليه يتعلم، الدنيا هتعلمه. لا مفيش حاجه اسمها الدنيا هتعلمه، احنا اولادنا ما احناش جايبينهم عشان الدنيا هي اللي تعلمهم، ده احنا بنعلمهم علشان يخلقوا دنيا كويسه، بنعلمهم ونربيهم علشان ينتجوا. ممكن اننا نسمح لاولادنا بالحوار لكن بدون توجيه ولا تعليم، بدون توجيه، والله مش فاهماها ديت يا استاذه ايمان. ممكن ان نسمح لاولادنا بالحوار لكن بدون الاحترام الكبير. ايوه احنا قلنا اهو، احنا قلنا حضرتك معنى الانفتاح. لا انا قصدي على الانفتاح غير موجه، ان انا اسيب ابني يقعد يتفرج على التلفزيون براحته، يدخل اصحاب معرفش مدخل مين، بيروح عند حد معرفش بيخرج رايح على فين، بيخش سينمات ما احناش عارفين رايحين اي افلام ولا اي اماكن، فيه مثلا صداقه اللي هي مختلطه معرفش ايه نهايه العلاقات اللي هي فيها. لا لازم اوجه بس مش امر، لازم اعرفه الحلال فين والحرام فين، الخطا والصح، اعرفه العرف، نترك له. ايوه احنا هنترك له قسم من الحريه، احنا يعني احنا قلنا الانفتاح غير موجه، لا احنا هنسيب له الحريه بس نوجهه ازاي يا حضرات؟ ان احنا نقول لهم الحرام والحلال. طبعا دي الحاجات ديت في التربيه من الاول، نعرفه يعني ايه ان تقوى ربنا، نعرفه يعني ايه الحفاظ على حرمات الغير، نعرفه ايه العادات والتقاليد،
ايه اللي يصح وايه اللي ما يصحش. ده اللي انا قصدي عليه في الانفتاح الغير موجه، لازم اوجه واقول له فين الغلط وفين الصح باسلوب. احنا متفقين، احنا متفقين، مفيش عنف. نعلمه حب الله طبعا، تقوى الله دي اول حاجه احنا قلناها في الاول في التربيه، التربيه الايمانيه دي. انا قصدي دي الانفتاح غير الموجه. لا ما سيبهوش منفتح كده على الدنيا من غير ما اقول، هيحصل اخطاء، هيحصل اخطاء وبعد كده بيقع في الخطا. محدش قال لي، وفعلا محدش قال لي. احنا سايبينه دي من غير ما نقول الحلال والحرام. ايه مشاكلهم؟ احنا قلنا اسباب فقدان الهوية والصحبة السيئة وغياب الهدف واللامبالاة والعدوانية، هي دي تبقى حياتنا. وقلنا اسبابها ايه؟ ان احنا ما بنوجههمش صح. فاحنا بنلاقي عندهم مشاكل زي كده لازم نفسنا. الاندفاع، ايوه ما احنا قلنا الاندفاع اللي هو الايه؟ اللامبالاة والعدوانية اللي هي العدوانية. لازم هنقف مع نفسنا ونشوف ابني عنده الحاجات ديت ليه؟ دي مشاكل مش طباع. احنا قلنا قبل كده الانطباعات بتاعته اللي هي اللي احنا قلناها ونصحح ازاي، لكن دي عنده مشاكل فقدان الهويه. ليه؟ لان هو فقد الانتماء، هو فقد الانتماء للاسره في الاول، فازاي هيبقى له هويه؟ عشان كده بنقول هو كان محتاج مننا الانتماء، الاحساس بالانتماء، الاحساس بالامان عشان يبقى عنده هويه. لازم الصحبه السيئه من اكتر مشاكل، من اكتر المشاكل المرهقه الصحبه السيئه. وايه سببها؟ اللي هو الانفتاح غير الموجه. انا سبت ابني من غير ما اوجهه. ايه سببها تاني؟ ان ابني ما اخدش كل اشباعاته النفسيه في البيت، ما اخدش تقديره، ما اخدتش كل شويه اقول ابني ما شاء الله عليك، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يبارك فيك، ده انت ونلقبه يا دكتور يا باشمهندس يا زعيم يا الصاحب ساحب الله يكرمك. ايوه اين مرتب اذا كان طفلي انعزالي؟ ما هو انعزالي ده هيبقى عنده مشاكل في التربيه من الاول، ملهاش دعوه بمرحله المراهقه. احنا قلنا يا جماعه مرحله المراهقه نتيجه مشاكلها، نتيجه للعشر سنين الاولى في التربيه. اذا ربينا العشر سنين الاولى واديناهم اشباعاتهم في العشر سنين الاولى، مش هيبقى فيه مشاكل في مرحله المراهقه. تمام. عنده الصحبه السيئه، مشاكل غياب الهدف. بتيجي منين مشاكل غياب الهدف دي؟ لان احنا كمربيين ما علمناهوش ان يبقى له هدف، ما عملناه، ما قلنالهوش تعالى خطط لحياتك وشوف عايز تبقى ايه. لازم يكون لك هدف تمشي وتوصل له. دي بيعمل مشاكل وبتظهر عنده من غياب الهدف، بتظهر عنده اللامبالاه، ما عندهوش هدف، هيفكر في ايه؟ وطبعا العدوانيه دي بتيجي من سوء التربية في أو القسوة أو اللين، من القسوة أو اللين. مع الأخطاء إزاي؟ إزاي هنتعامل مع أخطاء الإيه؟ لازم عندنا حسن ظن، لازم عندنا حسن ظن بيهم. ما نروحش لابسين النضارة السودة على طول وننزل هاتك 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 جلد 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 عليهم. انتقد سلوكه ما انتقدهوش هو. انت دايما جايب لي مشاكل، انت صاحب المشاكل، انت ابني، انت فاشل، انت غبي. ما تقولش كلمة انت ابدا في النقد، ما تقولوش ابدا انت ديت، قول له انت ممتاز، انت متفوق، ابني ناجح، ابني انسان عظيم، انت عظيم، دي انت. لكن ما اقولهوش انت فاشل او انت غبي، ما اقولش الكلام ده كله. ابعد الحاجز الضبابي عن عيني اللي هي ملبس النضارة السودا، واحاول اشوف الحقيقة فين، اوصل للحقيقة. ما اروحش هم البس له كام اتهام وهو ما يكون هو خطأ عن غير عمد.
هو ما كانش يقصد خطأه، هو أخطأ يا جماعة عن غير عمد. يبقى أنا لازم أبعد الحاجز الضبابي وتبين الحقيقة علشان أعرف أحل المشكلة، هو تخليه يصل للصواب لوحده. هتقعد تقول له انت عملت كذا وانت عملت كذا، طب ده صح، طب انت كان المفروض تعمل كذا، لحد ما يقول لك ايوه انا غلطان، انا كان المفروض اعمل واحد اتنين تلاته. هو اللي يوصل. هو لو ما وصلش اقول له انت عملت كذا، الصح كانت تعمل كذا كذا كذا، خد بالك عشان ما تتكررش اخطائك. يا ابن بنتي مش مهم ان احنا نغلط، الفشل الحقيقي ان احنا نكرر خطأنا اكتر من مره، هي دي المشكله. بس انت انت عادي انك تغلط، ومن دوري انا ان انا اربيك وان انا اعلمك. ما تزعلش لما انا اقول لك ده، يكون حوارنا يا جماعه مع اولادنا. تقول له انا ما تزعلش ان انا اقول لك، بس انا ازعل لو انت كررت الخطا. ادور على اكتر من طريقه للتغيير، ما اجبرهوش على حل، ما اجبرهوش ابدا على حل. انقض مره واحده على الخطا الواحد، هو غلط غلطه. ما افضلش كل يوم اقول له، كل يوم كل شويه ما اشوفه، ايوه فاكر لما عملت الاسبوع اللي فات مش عارفه ايه وايه وايه، ايوه هتعمل حاجه زي ما عملت الشهر اللي فات، فاكر لما كنت هجيب لنا مصيبه واقول ان انا لحقتك على اخر لحظه عشان تعرف ابوك وعشان تعرفي امك، والكلام اللي بيتقال ده يا جماعه الخير ما ينفعش. ما ينفعش، بنهز ولادنا، بنهز ثقتهم في نفسهم. ما ينفعش انقد مره واحده بس على الخطا. افهم اللي تقوله بالظبط قبل ما تقعد مع ابنك في الخطا. كانك لا ده انت مش بترسخها في دماغه. ايوه بترسخها في دماغه، وحاجه كمان ده انت بتكرره في عيشته. خلاص هو غلط مره وتحاسب عليها، مش كل ما تفتكر تغلط تاني. انت كسرت الساعه بتاعتك الشهر اللي فات، يجي بعدها يا بابا انا صلح لي الساعه. ايوه ما هي نفس الساعه، هي نفسها، وكل ما يفكر مصلحها. ايوه انت دايما مخرب، انت ليك تقول. طيب يجي عدي شهر، طب الساعه هي الساعه باظت تاني، ونعيد الموضوع من جديد. لا، يجي بعد 3 شهور، طب انا قاعد من غير ساعه او مثلا موبايل او اي حاجه، انت كل يوم هجيب موبايل، طب ما انت ما صلحتوش في الاول. هي دي اللي قصدي عليها، ما نكررش كل يوم نفكره بالايه، كان بترسخها في دماغه وبيعقده في عشته. ما كان الرفق، افهم ما تقول. انت قاعد مع ابنك عشان تحل معاه مشكله، خطط بالظبط انت عايز تقول له ايه، خطط الرساله اللي انت عايز توصلها. ما تروحش جايبه شده وتعالى عشان عندك مشكله وهنعمل، لا. ليه؟ التخطيط بيعمل هدوء. بتبقى انت عارف عاوز توصله رساله معينه، عايز يعني توصله لنقطه معينه من انه يتجاوز المرحله ديت، يبقى لازم اخططها. ولما اخطط الكلام اللي انا هقوله هبقى هادي جدا، واقدر اقول فعلا كلام صائب ما يعقدش ابني في حاجه. وفي الاخر ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. اساليب العلاج. اولا العلاج اول باول. علاج اي مشكله دي يا جماعه مش مع المراهق بس. العلاج اول باول مع كل الحالات، في الاولاد وفي الحياه الزوجيه، والتدرج في العلاج. ما يجيش مثلا ابني عنده مشكله، التراكمات دي من اخطر ما يكون في الحياه. حتى هنشوفها دلوقتي كمان، التراكمات في الحياه الزوجيه نفس الوضع. عمل مشكله حلتها وخلاص واتلمتوش بيها تاني. التدرج في العلاج يعني ايه؟ يعني النهارده ابني ما عندهوش مشكله سلوكيه، عنده مشكله سلوكيه، ما اقولهوش النهارده اقلع عنها واجي بكره تاني يوم انت لسه عنده مشكله متهور مثلا. ايوه مش انا لسه بقول لك ما تنفعلش، ما تندفعش، عايزه تاني يوم على طول. يبقى ايه؟ هادي خالص. افضل اوجهه بالراحه. طيب انت النهارده احسن، وعرفه ان هو النهارده احسن، وخاصه في العلاج اللي مثلا اذا كانت في حاجه سلوكيه ما
مثلا زي الكذب مثلا او حاجات زي كده، او الرغبه في العلاج بالراحه بالراحه، ما اقولهوش اقلع حالا اقلع حالا، لا ما ينفعش. نفهم انماط الشخصيه. يعني ايه فهم انماط الشخصيه؟ يعني مثلا انا عندي ابن حسي قوي، ما اقعدش اعرف ده، لازم اعرف ان ابني حسي عشان ما اقعدش اقول له ايه، ما اقول له انت قاعد عامل كده ليه، ايه الهدوء الفظيع ده، انت راجل، هو نمطه حسي، يبقى لازم اعامله على هذا، ايه البرود اللي انت ده والكلام ده. صوتك عالي مثلا اذا كان مثلا سمعي وصوته عالي، انت صوتك عالي تتكلم بسرعه كده ليه، اهدى شويه، هو نمطه كده، تقبله. مش احنا قلنا لو يتقبل، تقبل ابنك هو عايز او متقبل على الوضع اللي هو فيه، وبالتالي طبعا اذا كان بصري برضه. بناء الالفه ما بينك وبينه، الفه نفسيه، الفه لفظيه، الفه صوتيه، الفه جسميه او جسديه. الالفه النفسيه اللي هي انا ابقى بتكلم معاه بهدوء، خليه يستريح فعلا هو بيتكلم معايا، ما اقعدش دايما معلي صوتي عليه ومعلي ونرفز ويبقى فيه نفور نفسي ما بينه وما بينه، واقول له دايما الكلام اللي يعلي شأنه اللي يخليه يحتويه، اقول له دايما انا بحبك، انت حبيبي يا ابني، انا بحبك، انا فخوره بيك، انا فخوره بيكي، انت احسن بنت في عيني، ما شاء الله عليك، بنتي اقرر. دي الالفه النفسيه. اقول له حاجات تقوي نفسيته، اخليه هو لما يبقى عايز او عايزه تعمل اشباع نفسي تحس بقيمتها تيجي تتكلم معايا، عشان عارفه المربي بتاعها ده الام او الاب او اي مربي هو هيديها اشباعها النفسي. الفه لفظيه، هخلي كلامي معاها برضو كله كلام ايجابي. الالفه الصوتيه، ما يتعودش ان اعلي صوتي عليه، خليه يسمع صوتي يحبه، لما ادخل بيت واقول السلام عليكم اخلي ولادي يجوا على صوتي انا عشان بيحبوه. فيه ناس ربنا يعافينا واياكم لما بيخشوا البيت من صوتهم بس، ولادي بيخشوا الاوض ما بيحبوش خلاص، صوتهم صوت ابوهم او صوتهم بيعمل لهم من كتر ما ارتبط معاهم الصوت بالقسوه او بالعنف او العتاب. الفه جسميه، ان العناق لازم اخد ابني واعانق وعنقه مره واثنين واقول معاها انا بحبك، انا بحبك، لازم. دي الالفه الجسديه، انت حبيبي، وتديه رسائل حب، اديه رسائل حب. طيب لو الحاجات دي كلها بقى ما نفعتش لحد ما احنا قلنا كده، هيبدا بقى ايه الترغيب والترهيب. هشد قصه شويه، هشد قصه شويه، ارغبه في انه يترك، واقول له الحاجات الايجابيه ان هو لازم يترك الايه السلوك ده، واشد عليه وهعاقب، وفعلا اعاقب، بس يكون عقاب ادمي، عقاب من اولادنا يكون عقاب ادمي. في ايه الترغيب والترهيب، يبقى لازم ممكن زي نظام سبحان الله في القران، ترغيب وترهيب. لو ما نفعش الحاجات دي كلها، لازم بقى اعمل له برامج اجتماعيه واستشاره عند المتخصص، لازم استشير في الحاله دي المتخصص. ثلاث في حياتك اليومية لا تتركها ما حييت. ثلاث حاجات في حياتك اليومية لا تتركها ما حييت. أنا آسف، أعتذر لابني. الألم ضرورة ملحة. نعم، لازم أألمه إذا ما جاش بكل الحاجات والوجيهة ديت، اديته كل الإشباعات، رغبت ورغبت ورغبت ولسه برضه مفيش أمل، لازم أبدأ أقلبه. الاول اقلمه نفسيا ان في عقاب، وان انا اعمل عقاب، ابدا ايه بالعقاب، ان انا اهجره، اخصمه، ازعل منه، وبعد كده احرمه من حاجه كان بيحبها، احرمه من خروجه، احرمه من هديه كنت وعد بيها، لا مش هجيبها لك خلاص كده. او
خلاص بقى ايه ابدا اوديه للمشرف واساله اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فشلنا لحد كده، نشوف بقى ايه اهل الذكر. طيب ثلاثة في حياتك اليوميه تتركها عشان في تربيه ولادك عامه مش المراهق بس، لازم تعلمه ثقافه الاعتذار. انا اعتذر لابني عشان هو يقبل، لازم اعلمه اقول شكرا، انا اقول له شكرا 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 وهو يقول لي شكرا، يحس كلمه شكرا ما هياش عيب ولا ضعف. لازم اقول لابني او بنتي المراهق انا بحبك، لازم اعبر له عن الحب، انا بحبك، علشان هو يقدر يقول ايوه الشعور بالانتماء، عشان يقول لي يقدر هو كمان يعبر عن الحب مش ليا بس للناس. كل ما يبقى فيه في موقف عاوز يعبر فيه عن شكره او اعتذاره او حب او حبه يقدر يقولها، ما يبقاش فيه خجل. نعم، لكي لا يقتصر معنى الحب في مع ايوه تمام، الله يفتح عليكم ما شاء الله عليكم كلكم. انا فعلا بنتي من 4 سنوات وهي بتقول لي كما تعلم. ايوه، ما هو احنا هم بيقولوا، احنا زي ما بقولنا التربيه يا جماعه بالقدوه، زي ما احنا بنقول هم بيقولوا بالظبط. شكرا لكم، معكم وجزاكم الله خير، ونقول دعاء اللهم ربي لنا ابناءنا، اللهم اصنعهم على عينك ولك، وبارك لنا يا رب في ولاد، احفظهم واهدينا واياهم الى صراطك المستقيم.